أبيض الشباب يغادر كأس آسيا بعد خسارته ضد أندونيسيا. شباب أهلي دبي يعمق جراح الإمبراطور. ظهرت إقالة المدربين تتواصل في دورينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موعدنا الأول لهذا الأسبوع من جيم أوفر، صفحة أخرى من صحيفة دورينا، وحيث الحدث وقراءة الخبر، الخبر وما وراء الخبر. نطل عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في جعبتنا كل كواليس الدوري، ولأن خبايا دورينا لا تتوقف فسنبحر معكم في كل الزوايا. في مباراة متقدمة للوصل الذي سيلاقي الأهلي المصري في كأس زايد لأندية الأبطال، وبعد إقالته للمدرب كونتي روس الإمبراطور الوصلاوي نزل ضيفا على فريق شباب الأهلي وواجه مدربه السابق رودولفو أروبارينا. سنتحدث عن هذه المباراة وكل تفاصيلها، وسنتحدث أيضا عن خروج الأبيض من كأس آسيا بعد خسارته اليوم ضد أندونيسيا، وسنتحدث عن ظاهرة إقالة المدربين في دورينا. كل هذه القضايا سنطرحها على طاولة النقاش، فأهلا وسهلا بكم. وصلنا مع إدارة نادي الوصل، أكدوا لنا بأن تم إقالة مدرب نادي الوصل. مثل ما أنت تقول الأمور كلها قانونية ونظامية، لماذا لجنة أوضاع اللاعبين رفضت قيد اللاعب؟ ما هي أهداف الوصل الحين؟ أنت في كثير من المرات تقول ووافقك الرأي، إدارة الوصل تتميز بفن التفاوض، صح؟ هذا الكلام طرحني ولا لا؟ كمل ياسر، كمل ياسر. على روبينا وتكلمنا على روبينا. لا معنا معنا. أنا بالنسبة لي ليش أنتم مشكلة الوصل وين ياسر؟ ياسر ياسر أرجوك. مشكلة الوصل وين؟ في أمور كثيرة، مثل في إدارية وفي فنية. كيف الجمهور متعطش من 32 سنة فريق ما أخذ الدوري؟ أنا مانيش أحمل في فيفيان يراو، لكن هو يلزمه يبلغ اللعيبة ويزموا يعرفوا اللعيبه، وانا المباراه بساعه ونص. علق على الراي، علق على الراي ياسر، علق على الراي. ما كمل، ما قلت راي. ابو عبد الله انت يوم احنا نقول بسم الله تدخل علينا ما نكملها. زين انتم سالتوا واحنا جاوبنا. احنا لا تكلمنا ولا قلنا في البعض الانديه. تكلم عن اصابه سنتي ونص. بس انت تكلمت اعتقد في اليوم في المباراه، صحيح؟ انت شفت علي مبخوت؟ اذا قال هو تكلم انت شفت انت خلي حد يتكلم، انت شفته؟ اصابه عضليه سنتي ونص. انت شفت تقرير طبي؟ دكتور ما شفت كل هالاشياء. اكو يقول هذا، يقول هو. يا اخي خليه يقول ما بيقول، لكن انت لازم. دكتور انا قلت رايي. مش راي هذا. شو؟ مو راي. لا مو راي. لا راي. في فرق. لا لا دكتور احنا مارسين كره القدم. ما له دخل. الهزيمه فيها هزايم يتحملوها اللعيبه، صح؟ وحالة اللعيبه خلينا واقعيين، حاله بيرج وحاله شحات وحاله كايو. اليوم انت الكل صرح من نادي الوحده ان اليوم الوحده بينافس بقوه على الدوري، لكن اليوم في مباراتين امام فريقين اقل منه قدرات وما ينافسون على الدوري، خسرت 6 نقاط واستقبلت 8 اهداف. من حقي باش نحضر فريقي. شوف كره القدم مش فنيات بس، وحاور وباس بالكعب ما تمشي في بعض المباريات، ثم أشياء أخرى في كرة القدم تتفوق، ها؟ الروح القتالية والتنافس هذا موجود في عيمان طبعاً. بس أنا أكيد المدرب له دور كبير في طبعاً الشيء. طبعاً أنت أقوى مني، نعرفك أقوى مني، لكن ما ندخلش بعقلية اللي أنك أنت أقوى مني لازمني نخسر. لا، الإمارات يسجل بالمواطنين وهم من يصنعون الفارق. سالم سعيد هداف قادم بقوة إذا استمر على نفس التمرين والتركيز. هني يعني تصور انت مباراه اليوم الوحده والعين، الوحده والجزيره، الوحده والاهلي يلعب بالطريقه هذه؟ لا اكيد لا. وهذه المشكله، وهذه شخصيه الفريق، يجب انه يعرف كيف يدخل كل مباراه بنفس القوه بنفس الشكل بنفس الروح بنفس الاداء. وهني دور التحضير. اليوم اذا انا كاداره او كمدرب محضر الفريق من كل النواحي بستقبل 3 اهداف في 23 دقيقة؟ نعم. كيف؟ سنتي ونص ولا خلاص؟ دربت ولا عالجت في فرق ترى؟ لا دكتور خلنا بنختم عالجت لاعب. اي اكيد يعني لاعبين، بس خليني اقول لك قصة لاعب. قول لاعب قبل المباراة 40 قبل المباراة النهائية 40 يوم؟ لا لا خلص بس قبل المباراة قبل دور النهائي درجة الحرارة 40 شو اسمه؟ درجة حرارة زين.
فقلت حق الدكتور شوف الدكتور عندك حلين هذا اللاعب باكر بيدش الملعب الأربعين هذه بتصير 80 38 شلون بتصير تاخذ هلك دكتور اللاعب ياخذ هله ويروحون يرقدون ويا هلك وانت تروح ترقد مع الدكتور مع اللاعب يوم كامل ولترين وثلج واذا ما دش انت اللي قلت لي ولا هو اللي سواه انا قلت له انت قلت له ثلج ولترين فولترين وهاي واذا ما دش اللاعب بافنشك اللاعب دش ولعب حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من برنامج جيم اوف. ارحب بضيوفي الكرام كابتن ياسر سالم اهلا وسهلا فيك. مرحبا مسعود. رضا براوي اهلا وسهلا فيك. اهلا مسعود. رياض ذواجي اهلا وسهلا فيك. مرحبا. دكتور موسى عباس اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام هارداك الجماهير الاماراتية منتخبنا الاماراتي للشباب تحت 19 سنة يودع جاكرتا 2018 في كأس آسيا للشباب بعد ان جمع في جعبتي 6 من النقاط مشاهدينا الكرام ولكن بخسارته اليوم من اندونيسيا يودع البطولة يعني بعد فوزين متتاليين الكل بنى احلامه والاعلام وايضا الكثيرين تحدثوا بان هذا المنتخب بس المهم انه يوصل لكأس العالم بالنسبة له مسألة وقت. الحديث اكثر عن مشاركة منتخبنا وعن منتخبنا ودع هذه البطولة جاكرتا 2018 ينضم معي على الهواء مباشرة ومن جاكرتا الكابتن عبد الله علي مشرف منتخبنا الإماراتي للشباب كابتن عبد الله أيضا نجم العناوي المعروف كابتن عبد الله أهلا وسهلا فيك وهارد لك وهارد لك للإمارات. مساء الخير لك ومساء الخير للكبات الموجودين عندك ولجماهير الإمارات. نقول هارد لك لعدم الوصول أو عدم تحقيق الأحلام للوصول لكأس العالم ولكن نقول إن شاء الله نقول مبروك في المستقبل إن نمتلك جيل قادر على تمثيل المنتخب الأول في المستقبل. نعم كابتن يعني مباراتين أوليتين بالنسبة للمنتخب جمع في جعبته 6 نقاط المباراة الأخيرة يعني النزول كان تقريبا الفريق كان كامل والكامل الله سبحانه وتعالى وكيف جرت مجريات المباراة يعني المباراة يعني لاحظنا شوي يعني ما كانوا اللاعبين في يومهم أسباب هذا الشيء في البداية مثل ما تدري يعني نحن فزنا أول مباراتين وللتوضيح الكل كان يتكلم أو شفت أنا في السوشيال ميديا وبعض الإعلاميين يتكلمون أن إدارة المنتخب والناس الموجودين في المنتخب ما عندهم أو ما كانوا على دراية باللوائح البطولة لكن كانت اللوائح موجودة عندنا باللغة الإنجليزية ومترجمة باللغة العربية كذلك وكانت الأمور بالنسبة لنا جدا واضحة وللمدرب كذلك بعد مباراة تايبين احنا اجتمعنا كجهاز فني وإداري وتكلمنا في الموضوع وكلمنا المدرب بالوضع يعني اللي بيكون يعني فكانت الامور واضحه يعني بس للتوضيح هذا لبعض الاخوان اللي كان عندهم جميل كابتن عبد الله يعني انت اختصرت مع علينا الكثير هو هذا الكلام يعني الدارج الان في وسائل التواصل الاجتماعي عند المجالس الحديث عن هذا الموضوع يعني انت تقول ان احنا كنا على درايه تامه بوضع اللاعبين انهم عارفين وايضا انتم على درايه تامه بالقوانين وانكم داشين المباراة للبحث عن 3 نقاط هذا اللي افهمه من كلامك نعم نعم جميل نعم جميل, جميل. انا انا واضحة. انا ما يصير انت تروح بطولة عفوا ما يصير انت تروح بطولة واللوائح مش فاهم جميل جميل بس خلني انا عبد الله اسالك سؤال كابتن لاعبين بعض اللاعبين غردوا بالمباركة بتأهل المنتخب للدور الثاني تغريدة في الاتحاد الاماراتي حذفت يباركون للشعب الإماراتي بهذا التأهل أيضا تغريدة لأحد اللاعبين أيضا بهذا شو تفسر الكلام؟ شوف أنا ما ببني حساباتي على تغريدة موقع الاتحاد ولا تغريدة لاعب في قوانين ولوائح موجودة عندي أنا أشتغل عليها
انزين فالطبيعي انك انت تفوز مباراتين في بطوله مجمعه نفسها نفس اساس تنتقل الى الدور الثاني. اكيد انك فزت مباراتين باقي لك مباراه يعني 6 نقاط. من البديهي انك انت تعتقد انك انت صاعد. بس بالنسبه لنا نحن كاداره منتخب وجهاز فني واداري الامور كانت واضحه بالنسبه لنا. انا ما يعنيني ان غرد فلان ولا اتكلم لاعب او هذا بالنسبه له يعني اوكي كابتن عبد الله. انا ادري انا ما ابني عليه حسابات. صحيح صحيح انا ما اتكلم ان التغريده هي قد تاثر فيكم او تبني عليها امال او تبني عليها طموح، ولكن اذا اللاعب هو في درايه ان نتاهل هني النقطه المشكله، هو اللاعب في قراره نفسه مش عارف. لا شوف بعد المباراه الثانيه انت اللاعب يحسبها، ترى اللاعب يحسبها، بس اللاعب مو على درايه باللوائح. اللاعب حاسب يحسبها 6 نقاط، انا فزت مباراتين باقي المباراه انا صاعد، بس اللوائح مو لازم على درايه في اللوائح معنيه فيني انا، معنيه في الاداره، ومعنيه بمدير اداري الفريق، ومعنيه بالمدرب، ومعنيه بالجهاز الفني. هو الجهاز الفني هو اللي ينقل هاي للاعبين. انا اريد ارجع للمباراه، ما اريد اتكلم في الاداره إذا في حد يبغى يسال عن موضوع اللوائح بالنسبه لنا واضحه. أنا مثل ما قلت لك كمشرف على المنتخب أو إدارة المنتخب أو ناس المسؤولين عن المنتخب، ما أبني أنا والله ما أبني يعني تغريدة موقع اتحاد مثلا أو تغريدة شخص أو هذا إني أنا صعدت، خلاص أنا صعدت. حلو كابتن عبد الله، يعني اللي أفهمه من كلامك كابتن عبد الله، أنتم أكدتم للاعبين قبل مباراتهم الأخيرة مع إندونيسيا أن الفوز ولا شيء غير الفوز أو التعادل هو مهم بالنسبه لكم ودارين باللوائح، ها اللي تاكد لي اياه. اكد لك ان نحن دارين نعم. باللوائح واللاعبين عارفين. انا اريد اقول لك ان بعد مباراتنا مع تايبي اجتمعنا نحن كجهاز اداري وفني، وطبعا بوجود المدرب، وانشرحنا اللوائح، وضحنا اللوائح بشكل اكثر، وقعدنا اجتماعنا وخضينا وعطينا ونقلنا الصوره للمدرب، والمدرب كان موجود. بعدين يبقى دور المدرب هو كيف يقدر يهيئ اللاعبين، كيف ينقل الصوره للاعبين، كيف طيب اللاعبين على هاي الصوره. حلو، لان كابتن عبد الله حتى انا امسك اللاعبين انا اقول لهم والله يا لاعبين ترى اذا خسرنا بنطلع، واذا لا في شغل مرتب، في شغل منظم، كل واحد يقوم بواجبه، كل واحد يقوم حلو بحاجة. حلو بس احنا مهم عندنا، لا انا هذا سؤالنا يعني، لان خلنا اكون واضح معك كابتن عبد الله، لان حتى الاعلام احدى الصحف كاتبة أن المنتخب عنده 3 فرص، إما الفوز أو التعادل، وإذا خسر 2-0 يتأهل. زين. إحدى الصحف كاتبة، تخيل. زين إحدى الصحف يا تتأول من كيف. أنا قريت 4 صحف كل صحيفة هي يا كاتبة على كيف. اللوائح من عنده حاطتنا على ما مش عارف أنا من وين جاب اللوائح. وتحط إذا خسر، أنا قريت إذا خسر المنتخب مباراتين، بس أنا ما يعنيني كلام الصحف، ما يعنيني كلام الجرائد، أنا مو بدوري إني أنا جريدة ترى هذا موضوعكم غلط لازم تتابعون، أنا قريت وأكيد اللاعبين قروا. بعد اللاعبين قروا، يا سلام عليك يا كابتن. زين أقول لك يعني شوف أنا يعني ما أبي أخفي عليك شيء، نحن الحين بالتليفون مالك تدخل العالم كله، فما بتقدر تقرا جريده. صحيح. الجرايد عندنا هي سبب من الاسباب اللي خلتنا نحن في هذا الوضع. جميل. الجريده الفلانيه كتبت والله سوت حسبه على كيفه وحطت والله 3 نقاط 3 اهداف اذا دخلن عليك انت مش عارف، هاي موضوع الجرايد، اما اللاعبين هم على درايه والمدرب نقل لهم الصوره. أنا أريد إذا تريدون ترجعون للمباراة والأمور الفنية ممكن، أما هذا الموضوع موضوع ما يحتاج كل هاي الضجة. جميل. أنا أؤكد لك أن اللوائح موجودة والكل على دراية في هذه اللوائح، أنا ما يعنيني يا أخويا أني أنا أدخل. جميل كابتن عبد الله، كابتن عبد الله عشان بس نوصل لك الرسالة يا كابتن عبد الله، أبداً ما نصطاد في المياه العكرة، أبداً ما نبغى نسوي لكم بلبلة إعلامية، أبداً ما نبغى نسوي لكم فرقة إعلامية، ولكن هذا هو الحديث، لان تغريدات اللاعبين انت الان وهم نفسهم والاعلام، واحنا نقول اذا هذا كل هالناس هذول يقولون هذا الكلام اكيد يا التاثير على اللاعبين، ولكن انت الحين تقول لي اجتمعتوا باللاعبين ووضحتوا لهم اهدافكم وهم على درايه تامه انهم لازم
يفوزون بهذه المباراه خلاص انت يعني حطيت النقاط على الحروف. دكتور موسى عباس شوف اخوي العزيز اللاعب الحين لاعب عاقل لاعب كبر اكيد اللاعب يعرف شو اللي عليه وشو اللي له. مباراتنا نحن اليوم كانت مهمه اذا خسرنا نحن نطلع طبعا او تعادلنا تعادل او الفوز هو اللي ياهلكم يخلينا نحن كنا من البدايه انا اقول لك حسبتنا ان نحن بنصعد ونريد نتجنب مواجهه اليابان نريد نطلع الاول. فتخيل يعني انا اقول لك ان نحن كنا مصرين على ان نفوز في هذه المباراه ونطلع الاول تجنبا لمواجهه المنتخب الياباني. اقول لك حسبة المدرب وحسبتنا نحن يعني تاخذ اول مجموعه عشان تواجه الثاني. نعم واضح مجموعه تجنبا لهذا. فمن الطبيعي ان انت داخل المباراه للفوز او التعادل بديهيا يعني. جميل كابتن غلب الطابع الفردي على بعض اللاعبين شوي. انا اشوف يعني انا بعد اريد اكون من يعني هي صراحه والحين ما في شيء يخفي. انا اقول لك اياها انا بوجهه نظري ان المدرب ما تعامل بشكل صحيح او بالغ في احترام الفريق الاندونيسي. زين فكان الواجبات انا قريب الواجبات كانت اكثر للاعبين واجبات دفاعيه. فالحلول الهجوميه كانت عندنا بالنسبه لنا بسيطه. فلو يعني اللعب بخطه 4-1-4-1 وعطى مهام دفاعيه للاعبين فكان عندك انت يعني الهجمه تنتقل بس من جهه علي صالح هو الوحيد اللي كان يبادر في الامور الهجوميه. فيعني انا اقول لك المدرب ما تعامل مع المباراه بشكل صحيح. جميل او ما توفق في اختياراته. كابتن ياسر سالم عندك مداخله مع الكابتن عبد الله. مساك بالخير يا كابتن عبد الله. مساء الخير يا كابتن. بس ابى اعرف منك شيء واحد يعني هل وصلتوا طبعا اللوائح هذه عليكم انتم كجهاز اداري انكم توصلونها للاعبين قبل بدايه البطوله بشكل عام وبعدين تشاهدون المباريات اللي معاكم هل تحتاج انكم توضحون في اجتماع خاص مع اللاعبين نفس مباراه اليوم. فانا بعرف شيء واحد هل اجتمعتوا انتم كجهاز اداري باللاعبين شخصيا ووضحتوا لهم بالمعنى اللي انا اتكلم فيه بكره اذا خسرنا من اندونيسيا احنا اوت بالحرف هذا هل بالمعنى هذا هل وصلتوا هذه الرساله الى اللاعبين ان اذا خسرنا من اندونيسيا نحن اوت؟ نعم 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 وصلت الرساله من عن طريقنا نحن واجتماع خاص مع المدرب اجتماع فني مع المدرب تكلم معاهم وقالوا نحن مطلوب منا نفوز والخساره ممكن تدخلنا في متاهات ممكن تخرجنا برا البطوله. فبس انا اريد اسالك كابتن ياسر شو اللي يفرق يعني مثلا اذا نحن اكيد شو اللي يفرق ان نحن يعني لو وصلنا لهم بالحرف الواحد شو اللي بيكون يعني شو اللي ما سمعت السؤال عيد الله عفوا كابتن عبد الله يقول لك اذا بالحرف الواحد اذا مثلا كلهم قالون بالحرف الواحد اذا خسرنا اليوم هل احنا بنودع البطوله يعني وصل هذه الرساله للاعبين ويفهم نظام البطوله شو اللي بتفرق معهم؟ هذا السؤال لك. تفرق لان اليوم اسمح لي كابتن عبد الله انت لاعب وتعرف الامور ان بعض اللي شاهدناه اليوم في الفريق اول شوط الاول يمكن المفروض 3-0 4-0 لاندونيسيا التركيز غايب الحضور الذهني غايب حتى رده الفعل بعد المباراه للاعبين كانوا واقفين وهادين على رده فعلهم هاديه لما بعد دقيقتين لما فرحوا لاعبين المنتخب الاندونيسي شاهدنا هناك الصدمه للاعبين منتخبنا وطاحوا على الارض وهذا يوحي لي ان اللاعبين ما هيئوا بشكل سليم اليوم. يعني خلني اقول لك ممكن هذا المنتخب الوحيد اللي كل اعضاء الاتحاد يتكلمون عنه ان هذا ممكن يحفظ ماء الوجه للاتحاد المنتخب اللي وعد فتره طويله وعدد مباريات كبير وكذا. لكن اليوم انا لما شاهد المنتخب في مباراتين في هذه البطوله شاهدت نفس ما تفضل اعتقد مسعود ان الفرديه هي الغالبه ما شاهدت هذاك الفريق الفنيا جيد يعني نفس الكلام اللي نسمعه. فاعتقد الموضوع اكبر من ان اللي شاهدناه في المباراه. يعني اليوم احنا نتكلم عن جيل قادم وجيل يعني ممكن يمثلنا بشكل افضل لكن اللي شاهدناه اليوم امام اندونيسيا ان الفريق كان متهالك اللاعبين غير موجودين في الملعب. اخوي عبد الله كابتن تفضل. انت كابتن ياسر انت يعني انت الحين انت من كلامك هذا تقول ان مح اللعيبه داخلين المباراه وضامنين لو خسرنا ما في مشكله وبعد المباراه هم انصدموا صحيح؟ هذا اللي شاهدته انا في المباراه. الحين انا ليش سالتك السؤال؟ ليش قلت لك اخوي عبد الله وصلت الرساله للاعبين ان بكره
اذا خسرت ونحن اوت هني تبى تخلي اللاعبين تحت المسؤوليه، واللاعب لازم يلعب تحت ضغط لان هذا لاعب منتخب في النهايه، واللاعبين اعتقد في قرقستان ادوا بشكل جيد وادوا مستويات زين وكانوا تحت المسؤوليه وتحملوه، لان قبل قرقستان تقريبا 7 أو 8 مباريات وديه المنتخب كان كله خسران. المباريات اللي حقق فيها الفوز من اول مباراه ضد عمان وبعدها ضد قرقستان والمباراه الاخرى قدر يفوز المنتخب ويتاهل بكل اريحيه لاندونيسيا. نسمع من عبد الله. تفضل كابتن. انا اول شيء كابتن ياسر يعني كلامك اتفق مع كلامك، ولكن تاكد كابتن ان اللاعبين هم على درايه، واريد اقول لك شيء يعني اللاعبين يعني ما لا تظلم اللاعبين وتقول لاعبين انصدموا بعد المباراه، لا اللعيبه نحن ياسين يعني يمكن سائلتنا 45 دقيقه عشان نطلعهم هم جالسين يصيحون. لا انا تشوف انا هذا اللي شاهدته اول شيء كانوا هادين بعدين انصدموا. خليك كمل كابتن عبد الله. تفضل انا يعني انت كانك دخلت داخل قلوبهم وشفت اللعيبه. انا تشوف اللي شاهده عبد الله، انا ليش سالتك؟ انا سؤالي واضح من البدايه عبد الله. كابتن ياسر انت اللي شفت حالتين بس يعني اللاعب انا اريد اعرف كيف شفت انصدم وكيف شفت هذا ما اعرف. بس ترى عبد الله بقول لك شيء، اليوم احنا الامور تربط نفسها ببعضها، يعني في نفس ما تفضل لك مسعود في البدايه في تغريدات من لاعبين يباركون بالتاهل، في الموقع الرسمي لاتحاد كره القدم يبارك وبعدين لغى حذف التغريده. اليوم نحن 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 معاك، انا معاك ان اليوم في بعض اللاعبين يجب ان نحافظ عليهم، لكن اليوم كان 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 في فرصه في ايدنا ان نحفظ ماء الوجه يعني في بالفريق هذا ونروح لابعد من الخساره امام اندونيسيا بالطريقه هذه. شاهدنا نحن انا المنتخب متابعنا من ايام قرقستان ومباريات الوديه اللي قبل قرقستان المجموعات التصفيات، فاكيد في كل فتره كان عندكم لاعبين مش موجودين واليوم لاعبين ردوا، لكن في النهايه اليوم احنا خسرنا حلم كنا نامل نفسنا ان نوصل معاهم الى كاس العالم، خصوصا ان احنا عندنا تجارب سابقه منتخبات قدرت توصل. ممكن صحيح اليوم جميل جيل عن جيل يفرق جميل، لكن في النهايه خسرنا يعني فرصه سهله يا اخوي عبد الله. هذا اللي بوصل لك كلمه تعليق كابتن عبد الله، قول لي عندك. انا اريد اقول يعني للشارع الرياضي كامل ان الكل اجتهد، الكل قدم دوره بشكل صحيح، الكل قاتل على اساس يكون هذا المنتخب في كاس العالم. ممكن اخطائنا ممكن اصابنا، ولكن الكل اجتهد والكل ضميره مرتاح انه قدم كل ما عنده. اللاعبين أأكد لك كابتن ياسر وأنت تعرفني زين. نعم. يعني تعرفني زين وأنا أعرفك زين. معروف كابتن. أأكد لك كابتن ياسر وأنا صادق في كلامي. أنا عشان شيء سألتك أخوي عبد الله، أول شيء قلت لك وصلته بشكل مباشر للاعبين. إذا خليك بقول لك شيء كابتن ياسر. فضل. في كلام في نحن أنا ما أنا في أدوار لكل واحد. أكيد. صحيح ولا لا؟ صحيح. في دور لي انا اسويه، في دور للمدير الاداري الفريق يسوي، في دور للمدرب يسويه. صحيح. انت ما تعتقد ان المدرب اليوم ما تعامل مع المباراه بشكل صحيح؟ ما اقول لك ان نحن ما في خطا يعني على اساس ما اطلع نفسي من المسؤوليه، انا راس المسؤوليه واتحمل المسؤوليه كامله. انا اقول لك اياها، المدرب اليوم ما تعامل كابتن ياسر مع المباراه بشكل جزء المدرب يتحمله. صحيح. انا تكلمت مع المدرب شخصيا، قال انا احب اكون متحفظ شويه والعب بشكل دفاعي والعب على الكونتر اتاك، الادوات ما كانت موجوده. اما اللاعبين اكد لك كابتن ياسر ان اللاعبين على درايه، والمدرب نفسه تكلم معاهم وكلمهم ووضح لهم الصوره ودخل المباراه على اساس نحن نحقق 3 نقاط او نطلع اقل شيء نطلع بالتعادل. جميل. كابتن عبد الله علي، انا اشكرك وشاكر سعد صدرك، وشكرا جزيلا على شفافيتك وظهورك معنا. انا عارف ان الوقت انا متاخر جدا في جاكرتا، هارد لك عليك وهارد لك لنا كلنا وهارد لك لدوله الامارات العربيه المتحده هذا الخروج، وانتم اكيد ما تتمنون وانا متاكد انكم تسعون كل ما تملكونه من غالي ونفيس لهذا المنتخب. هارد لك لا حول ولا قوه. انا بس اريد اقول كلمه. تفضل. اتمنى انها تكون صحيح ان جاكرتا مؤلمه بالنسبه لنا مؤلمه للشارع الرياضي، ولكن اتمنى ان تكون جاكرتا هي بدايه انطلاقه جيل قادر انه يمثل دوله الامارات في المستقبل ان شاء الله. هذا اللي نتمناه. هذا ما نتمناه. ونعتذر للجميع الخروج.
نروح يعني للتحدي الاخر يا كابتن عبد الله، وان شاء الله متوفقين موفقين مع هذا المنتخب. شكرا كابتن عبد الله علي طبعا الذي كان معنا من جاكرتا، مشرف منتخب الامارات للشباب. طيب في تغريده للسيد الاستاذ هشام الزرعوني عضو الاتحاد الاماراتي لكره القدم، يقول بعض المحللين في حاله الفوز برافو شباب، وفي حاله الخساره كله من الاتحاد. في حاله الفوز طبعا العالم كله بيشيد في اي منتخب اي فريق، هاي من ثلاث ايام مش من ثلاث ايام، نعم من ثلاث ايام بيشيد في اي فريق في اي منظومه. ووقت الخساره اكيد استديوهات التحليليه بنيت لكشف الاخطاء، للبحث عن الاخطاء، للبحث عن ما كان الافضل ان نسويه، ليس فقط ان نتكلم ونصفي مع العكره او نحاول ان نصفي حسابات لا سمح الله. هذا حال طبيعي، يعني حال كل الانديه وحال كل المنتخبات. بدايه هذا يتكلم عن المحللين، حد له تعليق على هذا الموضوع؟ يتكلم عنكم ترى كيفكم؟ شوف اليوم انت اول شيء الخروج لن يكون خروج مؤلم للكرة الإماراتية، لأن الكرة الإماراتية قاعد من فشل في محطة إلى فشل إلى فشل إلى فشل، وهذا واضح للجميع. فاليوم خروج المنتخب الشباب قبل منتخبات كثيرة، المنتخب الأول ليس في الوضع الصحيح، فأعتقد هذه المحطات اللي باستمرار فشل ولا فشل من سنتين وثلاث سنوات والناس تتكلم والأمور وضحت لكن لا تجد حلول. فأنت اليوم لا تتوقع أن شيء آخر سيأتيك أفضل، لأن اليوم إدارة المنتخبات أو الاتحاد مع إدارة كرة القدم في الإمارات ما قاعد يذهب فيها إلى تطوير ويذهب فيها إلى الأفضل. فأنا بالنسبة لي أعتقد أن هذه النتيجة والنتائج اللي بتي أمر طبيعي ترى. والخطأ اللي صار أو الكلام اللي عفوا أعتذر، مو بالخطأ اللي صار كابتن عبد الله علي اكد انهم على درايه تامه باللوائح والنظم. الحديث اللي صار واللغط اللي صار حوالين عدم درايه اهميه المباراه الاخيره، وان في حاله الفوز او الخساره ب 2-0 او التعادل او الفوز يؤهل المنتخب. اليوم شو تعليقك على هذا الحديث؟ اليوم هناك معلومات متضاربه في هذه الامر. اليوم جزء كبير من واتفق مع جزء كبير من المبالغه الاعلام. الإعلام والجمهور في مبارتين اليوم الاتحاد لا يعرف اللائحة كيف، إذا الاتحاد حط التغريدة فهو لا يعرف اللائحة. ممكن الجهاز الإداري في المنتخب لأن هي لائحتين، لائحة نظام البطولة واللائحة الإدارية. ما أعتقد في جهاز رايح ما يعرف لا اللائحة الإدارية، وسبق الدكتور يعرف هذه الأمور لازم يجب تدرسها قبل لا تذهب فيها. وضح لكل أي بطولة أي بطولة يعني أنتم رايحين وتعرفون فهي في لائحتين، لا يمكن أحد يروح بدون معرفة هذه اللوائح. إذا بعد راحت لائحة البطولة في لائحة إدارية ولائحة فنية زين. فإذا إذا أنت مش واقعي في هذه اللائحتين فهذه يعني هاي راويك بس احنا ما حد يدري. انا ما اقدر اقول هذه المعلومه. انا ابو عبد الله ليش سالت كابتن عبد الله بشكل مباشر؟ لان هذا الكلام اللي جالس يحصل. بس لا انا اقول لا تفاجئون. لان في اشياء تربط بعضها ببعض. انا اقول لا تفاجئون بشكل عام، لا تفاجئون. طيب. بس المنتخب كان معد بشكل جيد و في فتره وجيزه لان استبدل مدرب وجي مدرب. تغيير مدربين بس يمكن المنتخب السنه الاخيره تقريبا سبع شهور او ثمان شهور دكتور. رغم ان اسم عند المدرب تستغرب لما يقول لي عبد الله خلال السنه هم اعادوا هيكله المنتخبات في الفتره الاخيره. طيب. زين وقد نظموا روحهم لكن التنظيم كان متاخر في اعاده الهيكله. لهذا السبب تروح تشوف المنتخب في وضع ليس بجيد رغم ان 12 مباراه كافيه مرحله من شهر ثلاثه يعني مرحله كافيه. لكن وتغريده عضو الاتحاد الاماراتي تعليقك عليه اليوم اعضاء الاتحاد كره القدم برئيس اتحاد كره القدم بصراحه يعني خلينا نكون واقعيين كرة القدم ليس بالأيدي الأمينة في إدارة كرة القدم، وكرة القدم تعاني من هؤلاء. فأنت لا تستغرب من تغريده على تغريده. تعتقد اليوم هذه التغريده هذا أمر طبيعي اليوم؟ أمر طبيعي أن يغرد بأي طريقة؟ لا لا، في ظل قدرات وإمكانيات اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة القدم أشخاص معينين
قادرين على يعني انت تبغى تقولي مش متفاجئ من هالهفوات والتغريدات من هاي الاخطاء ما ولا سنتين الناس تتكلم عن وضع سيء اليوم باقي مرحله سنه واحده عن المرحله الانتقاليه الانتخابات الجديده ثلاث سنوات الناس الشارع الاماراتي كله يعاني مسعود من اداره كره القدم في اتحاد كره القدم في على مستوى المنتخبات زين فاليوم احنا نيجي نقول والله منتخب طلع بيطلع منتخب وانت المرحله الجايه الاصعب عبد الله تعليقك على التغريده ياسر اكيد 100% اوافق ابو عبد الله احنا اليوم متابعين الاحداث بشكل قريب جدا واعتقد يجب على الاخوان في اتحاد الكره انهم يكونون اهدى من هذا الشيء اليوم اكيد اي مش المحلل بس اي واحد يحب المنتخب والمنتخبات جزء منا نحن فاكيد لما يفوز منتخب ببارك للمنتخب ولما بنشاهد هناك فشل بنتقد هذا الفشل والخطا لان اليوم الاخوان في اتحاد كره القدم يعني يركزون على امور يعني خلنا اقول لك يعني امور صغيره جدا احنا عندنا امور اكبر من هذا ونحن ياسين هم مركزين على الامور الصغيره مراقبتهم للمحللين قصدك اليوم شوف احنا وين وصلنا كثير خسرنا كثير من الايجابيات اللي انبنت قبل اليوم احنا المفروض نذهب الى الامام لكن في 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 ظل الاتحاد الموجود والامور ياسين نشاهدها على ارض الواقع خسرنا كثير باخطاء يعني سهله وصغيره جدا جميل رضا براوي والله ابغاك تعلق على التغريده ولا اوكي على المنتخب اذا تبغى تعلق انا مانيش طالب مثلا اذا 15 او 12 عضو في اتحاد الكوره يكون ملم بلائحه بتاع بطوله قد يكون الشخص اللي غرد مش ملم باللوائح فاز في مباراتين وقال مبروك وترشحنا اذا صحيح الكلام اللي قاله ياسر مهم جدا احنا نفهم الكوره مسعود لما تطلع من بطولة وتخسر من أندونيسيا 1-0 في آخر مباراة وانت فزت في مباراتين وتكون تعرف متأكد وأنه الهزيمة تطلعك من بطولة أنا فرشت في المباراة مش نكون صريحة مع نفسي لكن الكلام اللي يقوله ياسر كلام مهم جدا احنا نفهم الكورة راهو تعرف وقت اللي أنا نطلع من بطولة العالم من تصفيات وأنا كنت فايز مباراتين ونخسر مباراة اللي المفروض بطولة قارية فريق, فريق أقل مني صحيح الواقع فريق أقل مني صحيح. ننهار نطيح دايخ في الملعب أنا لاش عندي طموحات باش نمشي لكأس العالم ونخرج بطريقة هيرية الكلام اللي قالوا تعال الحين الكابتن عبد الله علي كلام كابتن علي عبد الله علي أنا أعتقدش هو أنه نوصل مسؤول في فريق أو المدرب بالذات ما يعرف اللوائح وما يحضر فريقه من الناحية النفسية هنا عند الكارثة لكن أنا ما أعتقد شو أنه المدرب ما يعرف أو الكابتن عبد الله علي ما يعرف أعتقد أنه نبه اللعيبة قد يكون فما استرخاء ذهني من طرف اللاعبين يتحملوا المسؤولية وبعدين حتى المدرب لابد أن تكون العقلية الاحترافية يا أخويا مسعود أنت تعرف المباريات الودية خلي تصفيات كأس عالم هذه صح ولا لا؟ تبعني باش تفهمني. تصفيات كاس العالم. صحيح. تعرف اللي في بعض المباريات الودية مدربين يتفنشوا؟ صحيح. مدربين في مباراة ودية صحيح. يتفنش. ليش؟ لأنه المسؤول ما لقاش الشيء الجدي. الجدي أنه يأهل لكأس العالم. حتى المباراة الودية نحاسبوا عليها. صحيح. بما ذلك في مباراة أنا نحمل وأنا بعيد نحمل مسؤولية اللاعبين. والمدرب قطع النظر على اللائحة يعرفوها ما يعرفوهاش أنا نزل الملعب عندي مباراة مهمة نفوز فيها وانتهى الموضوع لا ندخل في اللوائح ولا في شيء وصلت العقلية هذه لابد تتزرع في اللاعبين وهم ناشئين وصلت ناشئين ما ثماش اللوائح وصلت داخل باش نفوز نعم التغريدة أنا قلت لكم حر هو مش أقول على الأخ المزروعي اللي قال زرعوني سامحني رياض هو حر في احنا زاد ننتقده وقت اللي نشوفه اذا هو في وجهه نظر نتاعه اللي احنا ننتقده في الفارغ وفي الكلام الفاضي هو حر ونحترمه رايه دكتور موسى بيك ماله قدك اسمع دكتور موسى أنا لا قبل يعرف بداخله يعرفه مو بيخليني تفضل دكتور تفضل إيه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء خلينا احنا يعني انا قبل ما سالت يعني بكل امان عشان واحد يقول راي يعني على معلومه صحيحه موضوع اللوائح والاتحاد الاسيوي لا يمكن انت كاداري المنتخب ومشرف تروح اي بطوله يعطونك اللائحه سواء باللغه العربيه واللغه الانجليزيه فانا متاكد ان الاخوان عندهم اللائحه
وعلى درايه تعمل. وعلى درايه وبلغوا المدرب وهذا والدليل احنا كابتن عبد الله احنا اعتقد هو رجل صادق يعني طبعا تكلم تكلم بكل صدق يعني قال وشفافيه قال لك احنا عندنا اللائحه ونعرف هذا الشيء وبلغنا المدرب وبدرب بلغ اللاعبين. المشكله في وين يا كابتن؟ انت حتى انت على مستوى طلبه اذا عندك الطالب ياخذ مركز يعني الاول متقدم متقدم جدا ولما يجيب درجات شويه ضعيفه يزعل. المنتخب هذا بالذات الاعداد اللي حصل من اتحاد الكره من الاخوان ثلاث المنتخبات كان اعداد على اعلى مستوى، لعبوا 12 مباراه ومباراه وديه واغلب المباريات هم كانوا فايزين، لا عندنا لاعبين على مستوى عالي بشكل علي صالح، مايد راشد، لاعبين لعبوا دور محترفين. فبالتالي المنتخب رايح الكل يعني تم تهيئه شارع الرياضي انه هو في كاس العالم يمكن حتى انا اول واحد منهم ان هذا المنتخب بيصعد وبالذات لما فاز في اول مباراه وفي ثاني مباراه ثمانيه. هني الان طبعا مش كل واحد بيعرف اللوائح يعني الناس اللي خارج الاتحاد ومقرر الفريق ما يعرفون اللوائح شافوا الفريق انه فاز لكن هو السؤال الفريق كان ممكن يصعد الى كاس العالم لكن انا اقول لك على مباراه اليوم ان الفريق زي ما قال كابتن هو الان لا من المدرب لا من المدرب قال لكن انا اقول لك حتى الفريق اليوم كان في ارتباك وعدم التركيز يعني الفريق اليوم ما توفق اليوم ما كان جيد اليوم يعني ما في هجمه خطر على الفريق الخصم انا اقول لك الفريق ما دام تقول المدرب قال لك اذا خسرتوا تخرجون برا من البطوله يعني اللاعبين دخلوا المباراه عارفين هذا الشيء انا اعتقد الفريق اليوم جميل ما كان جيد جميل دكتور لك تعليق على التغريده لا لا اعتقد اليوم كل الاحداث اللي دارت تشوفها في تغريده الاخ هشام هو من يدير المنتخب هنا كل الاحداث واللقظ والفوضى الاعلاميه صراحه اقول لك رياض انا مستغرب من هاي التغريده خل التغريده كل ما شفت انت كل ما شفت ان المنتخب في مبالغه في الـ في الـ في الاعلام في النظام واللائحه ناس تقول لك فيه وما فيه لان هشام رئيس الوفد غير قادر على دير المواقف هذه كلها قدر ان يعمل تغريده والتغريده ذي يدل على قدرته معقول اليوم هو رئيس شو اسمه رئيس الـ 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 البعثه ويشوف لا تغريده كابتن حسين عبد الوهاب اظن هو موجود هناك ما اعرف كان رئيس البعثه اعتقد حسين عبد الوهاب بس هو هناك موجود اوكي اي اذا انت بدل ما تركز في شغلك ليش تهتم بالمحللين اذا كان من الاولى كان يشوف تغريده الاتحاد وموقع الاتحاد عشان يعالج هذه الامور بدون ما يشوف المحللين اعتقد خلينا نكون واقعيين قدرات اعضاء الاتحاد اللي مثل هشام وغير هشام هي مشكله كره القدم في الامارات الان هي مشكله كره القدم مشكله كره القدم في افراد في نوعيه وقدرات اعضاء اتحاد كره القدم كل الناس تعرف كل الشارع مستاء الان من هذه النتيجه ومن النتائج الباقيه لان ضعف قدرات واعضاء الاتحاد هو ما وصلنا الى هذا الامر جميل مشاهدينا الكرام فاصل اعلاني قصير ثم نعود Fly Emirates across six continents. I hate to ask, but is there any chance of an upgrade? Any chance of an upgrade? Upgrade? Pretty please. Look into my eyes. Could be twins. Have you thought about being a model? Don't upgrade your seat. Upgrade your airline. Fly Emirates, the best economy class in the world. على فكرة ترى الزواج إكمال نصف الدين مو بسداد نصف القرض وصارت كاميرات التلفونات تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي ما سمعنا في حياتنا عن مدرسة بالعكس ما بدنا بدل سوداء بعد اليوم النهارده هكلمكم عن فنان جديد طموحنا ان نقدم نتاجا ابداعيا يخاطب الشباب ويجسد ابداعاتهم
Emirates across six continents. اليوم كان خاصا لرودولفو أروا بارينا في مواجهة فريقه السابق على استاد العويرة. انتهى اللقاء بين شباب الأهلي والإمبراطور في شوطي الأول بهدف في كل شبكة قبل أن يفوز فريق شباب الأهلي في آخر اللقاء بثلاث أهداف لهدفين، نتيجة زادت في تعميق جراح الفريق الوصلاوي. استاد العوير كان مسرحا اليوم لأهمي لقاءات الأسبوع السابع من دوري الخليج العربي، لقاء جمع شباب الأهلي بالوصل. وهل كانت جماهير الوصل تظن أن بعد النجاح الذي عرفته في الموسم الماضي مع أروى بارينا سيكون الأخير اليوم جالسا على دكة الفريق المنافس؟ أروى بارينا الذي تغنت به جماهير الإمبراطوري في الموسم الماضي أصبحت تشاهده وهو يسدي تعليماته لفريق آخر. اللقاء بدأت إثارته بعد مرور نصف شوط المباراة الأول عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإمبراطور الوصلاوي قبل أن يشك في قراره ويلجأ لتقنية الفيديو. عاد وأكد قراره باحتساب الركلة التي انبرى لتسديدها البرازيلي كايو ونجح في تسجيلها والتقدم للضيوف. عودة شباب الأهلي دبي جاءت سريعة وبنفس سيناريو تقدم الوصل، ركلة جزاء أخرى لكنها على الجانب الآخر نفذها إيميليانو، نجح هو الآخر في تسجيلها وعودة المباراة إلى نقطة البداية. الوصل يحاول العودة مع اقتراب الشوط من النهاية لما يسدد الكرة تخرج قبل أن ينظم الوصلوية جملة هجومية رائعة وخطيرة، ولكن تألق الثنائي ماجد ناصر ومحمد مرزوق في إبعادها عن شباك فريقه. الكرة ترتد لتصبح هجمة على الجانب الآخر لشباب الأهلي دبي الذي كاد أن يعاقب الوصل على الفرصة الضائعة، لكن الكرة كانت أطول من الحمل والشوط الأول ينتهي بالتعادل بهدف في كل شبكة. اللقاء جاء سريعا في شوط المباراة الثاني وعلى عكس مجريات الشوط الأول كان التقدم هذه المرة من نصيب شباب الأهلي دبي. كرة عرضية أرضية من وليد عباس سجلها المدافع الكوري بارك سوك بالخطأ في مرمى، هدف أحمر ولكن بالنيران صديقة. الإمبراطور الوصلوي يكثف محاولاته للعودة للقاء لما يسدد كرة أرضية وخميس إسماعيل يختار التصويب من بعيد قبل أن ينجح الأصفر أخيرا في التسجيل. الكوري بارك سوك يعالج خطأه بكرة رأسية عانقت الشباك معلنة عن التعادل من جديد، لكن شباب الأهلي يرفض التعادل من جديد فللبديل لوفانور رأي آخر. استقبل الكرة الطولية المرسلة له بشكل رائع قبل أن يتلاعب بمدافع الوصل يسددها قوية بيسرى معلنا عن تقدم شباب الأهلي دبي ليتحقق انتصار جديد لأصحاب الأرض رفعوا به رصيدهم إلى 12 نقطة، فيما تجرع الوصل خسارة جديدة جمدت من رصيده عند النقاط السبع.
طيب مشاهدينا الكرام، بثلاث أهداف لهدفين فريق شباب أهلي دبي يفوز على الوصل. بداية لو نتكلم رضا عن فوز شباب أهلي دبي، إذا المباراة كابتن رضا اللي ما قبل هذا أول مباراة لرودولفو روبارينا، أهم شيء النقاط الثلاث كانت، ولكن الفوز لم يقنع، هل أقنعك اليوم؟ لا. ما تغير ولا شيء؟ لا. ما حسيت روح روبارينا موجودة؟ لا لا لا. أولا سعى لك الحديث، نحب نشكر الفريقين على المستوى اللي ما هوش ولا بد، فريقين نقدر نقول ما عودوناش بهذا المستوى خاصة السنتين الأخيرة. حتى الأهلي أنا ما نحبش نحكي على رودولفو، ما نحبش نحكي على مدرب بعد أسبوعين لأن فاز مباراة مع المدرب السابق نادي شباب الأهلي، واليوم ثاني فوز له، ثاني وثالث مباريتين رودولفو فاز. أتكلم عن الدوري أنا، على الدوري. إيه على الدوري، مباريتين بدون إقناع، ما نكذبش عليك بدون إقناع. أولا ما نقدرش نحكم على مدرب بعد أسبوعين أولا. ثانيا بكل صراحة أقولها، الأجانب في نادي الأهلي ما عندهم من يوديوه، رغم أن اليوم تحصل صالح على 12 نقطة وداخل في المنافسة نادي الأهلي، إنما اللعيبة الأجانب بدون ما نذكرهم مين زين ومين مش زين، يعني الأربعة أجانب بصفة عامة ما همش اللي بش يوصلوا نادي الأهلي إلى المستوى. لو ليش أقول لك، لو نبدأ نراجع أنا نشوف نادي الأهلي اللعيبة الأجانب اللي كانوا موجودين من ريبيري من راس الحربة، ذكرني دكتور لعيبة الأجانب، جرافيتي جرافيتي خيمينيز، اللعيبة هذو ما في فرق بكل صراحة. وقت تكون عندك أربعة لعيبة، تقريبا الأربعة لعيبة معناتها 40-45% متاع الفريق، مع لعيبة مواطنين متاع نادي الأهلي على مستوى وجلهم في المنتخب الوطني، إذن المستوى الفني ما يبشرنيش. وأربعة لعيبة لجانب اللي شفتهم ما همش معناتها فايتين اللعيبة المواطنين، ما أضفوش، نقدر نقول لك ما أضفوش. إيجا الوصل الحين فرق كبير بين ليما 2017-2018 السؤال، بين ليما 2018-2019 هذا السؤال، بين كايو بين 2017-2018 و2018-2019 اللعيبة الأجانب لهم دور كبير في إضافة للفريق. نجي الوصل مثلا المواطنين ما همش يعني كويسين، لكن الفارق اللي كان في نادي الوصل العام ووت العام هم لعيبة الأجانب ساعدوا كثير المدرب اللي هو رودولفو اللي كان معاهم، ليما وكايو بالذات هذوما الاثنين ساعدوا كثير المدرب. وانا نقول لك المدرب فيه لعيبة هما اللي يضيفوا للمدرب، طبعا المدرب له دور ما نقولكش لا، لكن فيه لاعبين يساعدون المدرب باش يزيد يعمل اسم. هل تستبشر لعيبة لعيبة الأهلي هذوما اللي شفتهم زدت أكدت منهم اليوم تقريبا هذه ثالثة والرابعة مباراة نشوف اللعيبة هذوما ما همش طموحات نادي الأهلي. وأتمنى، وهذا رأيي شخصي قد يكون أنا غلط، في الانتقالات شتوية إذا أراد نادي الأهلي قريب كثير على المنافسة، وصل اليوم ل 12 نقطة يعني حتى لو يفوزوا المتصدرين البطولة فارق خمسة ستة نقاط، دوري مازال طويل، إذا أرادوا أن يروحوا القدام بالفريق عليهم التفكير في أجانب أفضل من هذوما في الانتقالات الشتوية. ياسر، من المفارقات يعني أن أرو بارينا مع الوصل ما خسر من شباب أهلي دبي. صحيح. وأرو بارينا في أول مباراة له ضد الوصل مع شباب أهلي دبي فريق الجديد أيضا ما خسر. أكيد يعني نحن نتفق أن أروى بارينا من المدربين اللي خلاص ملك الخبر وعلى علم ومعرفة كبيرة بالدوري الإماراتي، بلاعبين الدوري الإماراتي، بلاعبين شباب أهل دبي. اليوم أعتقد تفوق بالجرأة خصوصا في الشوط الثاني، دائما المدرب تدخلات في الشوط الثاني، يعني سحب اثنين أجانب لهم إيميليانو ودياز، ولعب ليفانور ولعب اللاعب أحمد عبد الله. أحمد عبد الله لاعبين يعني عندهم الحلول الفردية، عندهم السرعة، وشاهدنا كيف عمل الفارق في الشوط الثاني ليفانور بالسلامة في 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 الصندوق وثقته وقدر يسجل هدف. أحمد لاعب مزعج، لاعب فردي، أعطى حلول زيادة مع الحمادي. فأعتقد المدرب بينت جرأته، وأيضا
قليل من المدربين اللي بدلوا لك الأجانب في الشوط الثاني. وهذه رسالة إلى إدارة شباب أهل دبي ووافق الكابتن رضا أن الأجانب بشكل عام إحنا نتكلم بعدهم ما فارقين في 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 نادي شباب الأهل دبي. الحمل الأكبر على المواطنين اليوم وليد عباء وليد حسين مع النغبي في وسط الملعب. نقطة حلوة ياسر، بس بضيف لك، بضيف يعني لحديثك لوفانور، يعني كانت الأحاديث نقول لك الإشاعات يعني اللي أهل كلام الشباب أهل دبي وكلام متداول وسائل التواصل الاجتماعي أن الإدارة هناك ضغوطات أن لوفانور ما يلعب سواء المدرب أو الإدارة. الآن أرو برينياك أيضا ما لعب لوفانور أساسي، وشو مشكلة لوفانور؟ لوفانور أعتقد المباراة الماضية كان في المدرجات أعتقد مصاب. مصاب. أيه. اليوم بدا يدرب. لا لما كان جاهز ما كان يلعب بعد. لا هو انه في كلام انه كان خلاص بيستغنون عنه. فلوفانور ممكن يعني انضغط من انه بيتبدل فشاهدناه يلعب بشكل فردي كثير. لكن اللي يميز لوفانور انه عنده الروح، عنده الغير. اليوم شاهد كيف لما يدخل يعمل لك الفارق، يعني تحس انه اجنبي يبقى يعمل حاجه ولاعب يعني عنده. انا بالنسبه لي هو حل من الحلول الفرديه الجيده. وشاهدناه في الشوط الثاني قدر أن يسجل. ياسر سمحني باش نتناقش معاك. تفضل. أنا عمري ما نقتنع بلاعب أجنبي يجلس على دكة احتياط. كابتن يامن إصابة. ولا شو وحتى كان ما مش مصاب. في البداية هذا شيء ثاني كابتن. وحتى العام. وجهة نظرك كابتن. لا لا لا. شو أنت الآن وحتى ندفع الملايين. كابتن لوفانور. ونحطك على دكة احتياط. ولو شوط. معناتها أنت ماكش في المستوى متاع طموح هذا الفريق. هذا هو. ما بشرط كابتن اليوم على حسب الحسابات يعني هم كابتن ياسر خلنا نضيف لك يعني انت عندك اربع اجانب انا يعني نحكي عن نادي في ثقه من الميزانيه مسعود هذول الاربعه مسعود انا قاعد على الكرسي مسعود ياسر رد بالك راني نحكي على شباب الاهلي الذي طموحاته كبيره مانيش نحكي على نادي نادي معين يلعب في نصف الترتيب نحكي على شباب الاهلي شباب الاهلي اللعيبه اللي جابهم هايله كاسماء معروفين لكن هل هم صانعين فارق انت ستة مباريات مقتنع؟ لا مش مقتنع وهذا كابتن احنا في كل هنا هو هذا ايش عبيط نقول ما انا معاك انا ما قلت لك لا اروبريني يبشر بالخير اكيد يعني مع شباب اهل دبي اكيد يعني لا في تباشير من مبارتين شوف مدرب تباشير باللعيبه هذول لا انا هون بشرك لا بصمه زين وواضح تماسك الشباب الاهلي حلو. التغييرات اللي ما كنا نشاهدها مع سييرا في المباريات السابقه الجراه احنا اليوم اروى بارينا شاهد جراه تطلع لك اثنين اجانب مدربين ثانيين خلنا نقول في الوسط بمعنى ما هوش مقتنع من الأجانب بعيدين عن ما عن عن مستويات وأجنبي قاعد احتياط بمعنى أروى برينا مدرب الفريق مش مقتنع بهم أنت تشوفه ما يبشر بالخير تشوفه ما يبشر بالخير بالأدوات اللي عنده أعطيني لعيبة نعطيك بطولة جميل يا أخي أروى برينا جاي بالشنطة عنده بطولة هو أعطيني لعيبة أنا أعطيك بطولة طيب نسمع أروى برينا ماذا علق بعد المباراة كنت واضحا وكان هناك حل كانت هناك خيارات أخرى لدي وقد أعلنت ذلك انتهى عقدي وهذا ما حصل كل شيء واضح ليس هناك أي شيء انتهى أنا انتهيت من عمل قمت به وذلك كان ولدي علاقة جيدة مع فريق السابق وأنا كنت ذهبت إلى قطر أيضا وأيضا لي مسألة أيضا أريد أن يكون كل شيء منظم ولذلك كنت أبحث على ولكن أريد نادي أن يكون منظما جدا ثم جاءت عرض شباب الأهلي وأنا موجود هنا لا أنا كنت واضحا معهم ومع اللاعبين أيضا وقد قلت لهم ذلك كانوا فاهمين ماذا قلت وأريد أن أستمر هذا في هذا العمل النتائج مهمة ولكن هناك نحتاج إلى هذه النتائج في المباريات السابقة لأنها طويلة وذلك ما كنت أبحث ولكن الذي أن أريد أن أفوز بلقب ولكن في النهاية هذا هو كل شيء أنا سعيد بالماضي وأيضا بالفريق الحالي النتائج مهمة ولكن أعتقد أنا بالنسبة لي أن يكون هناك معلقة جيدة ويكون هناك النووية أيضا ويكون هناك ترتيب في أعلى القائمة أيضا ويكون وذلك يكون هناك تطور للاعبين ونرى أيضا هم فعلا نضجوا أكثر وبدأوا يجدون حلول أيضا لذلك يكون أكون سعيد بذلك وأعتقد أن كل
ذلك سيكون في حسب النتائج التي سنراها. بالنسبة لي هناك شيء واحد أن نكون بطلا في المسابقة، وهنا بالنسبة للاعبين الذين متواجدين هناك حلول ولاعبين أعتقد مهمين، ولا أعتقد سيكون نفس الشيء بالنسبة للجميع. لابد أن يكون فريق قوي جدا ويكون أيضا بطلا، والنتائج تأتي بعد ذلك. لابد أن نعمل أكثر حتى نكون منافسين أكثر، وأيضا في أدائنا أيضا جيدين. لا سانتوس لاعب كبير جدا، هناك لاعبين أقل منه ولكن قدم لي الكثير، وأنا أشكره أيضا. أريد أن أفوز ولكن أيضا أريد أن أنتصر عليهم أيضا، ولكن هناك احترام متبادل دائما ودائما أنا أعجبني أن يكون هناك نتائج جيدة بالنسبة لي. مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني قصير ثم نتابع. Fly Emirates across six continents. I hate to ask, but is there any chance of an upgrade? Any chance of an upgrade? Upgrade, pretty please. Look into my eyes. Could be twins. Have you thought about being a model? Don't upgrade your seat. Upgrade your airline. Fly Emirates, the best economy class in the world. سجل في منصة مدرسة الآن وتعلم واكسب $1,000 يومياً. من أرض النيلي وفي عام زايد، مواجهة نارية بين قطبي الكرة السودانية، الهلال والمريخ على أرض الإمارات. ملتقى الحضارات، لقاء استثنائي بين قطبي الكرة السودانية على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، 2 نوفمبر 2018. ليس مجرد 90 دقيقة بل أكثر بكثير. كلاسيكو السودان على قناة أبوظبي الرياضية الأولى. كأس زايد للأندية الأبطال، الاتحاد الإسكندري المصري يواجه الزمالك المصري في ذهاب دور 16. كأس زايد للأندية الأبطال على أبوظبي الرياضية. بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو. أبطال الإمارات حاضرون ليظهروا أفضل إمكانياتهم مباشرة من مدينة العين. قمة الإثارة والتشويق في منافسات فنون الدفاع عن النفس. بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو على أبوظبي الرياضية. Fly Emirates across six continents. طيب مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. أنا لازم أقول حق المشاهدين الكرام هذا الشيء، يعني أنتم قد ما تعلقون وقد ما تتداخلون مع بعض في الأحاديث، حتى في الفاصل تكملون نقطتكم.
يعني هذا أجمل ما فيكم لكم تحبون. ما زال حديث مستمر. فاصل عندنا خمس دقائق وتستمرون تعلقون. ما عادش تأخذ فاصل. لا لا رضا رضا لا بس رضا. هذا ليس انتقادا فيكم. هذا دليل أن فكرتكم تبغوا توصلونها بأي طريقة. وهذا دليل حبكم لمشاهدينكم الكرام. رضا أن تبغوا توصل. لا مو حتى أنت حتى أنت بعد رياض. أنت ليش ما تسكت الفاصل؟ طيب دكتور موسى عباس. اليوم أنا أخذ لك من نهاية كلام رضا براوي. أنا أروى برينا. أهم شيء عندي أروى برينا. أنت أروى برينا أقنعك أن يملك الكثير لشباب أهلي دبي بالعناصر اللي عنده. شوف أول شيء موضوع المدرب مش إحنا نشهد لأنه هو جيد وغير جيد. مدرب كان سنتين في نادي الوصل اللي بصمة كبيرة في نادي الوصل. الوصل مركز الثاني والثالث. فالمدرب يعني كمدرب جيد معروف. ما في يعني ما حد يختلف عليه. كسيرة ذاتية. كسيرة ذاتية. وأفضل الشيء ما تؤمن بالأدوات؟ طب 100% لابد من الأدوات. يعني إذا أي مدرب لو تجيب إن شاء الله زاغالو وكارلوس وما عندك لاعبين ما تقدر تعمل شيء. صحيح. والعكس صحيح. أتكلم أنا دائما اتخاذ القرار أصعب شيء في تغيير المدرب. أصعب شيء تغيير المدرب. لكن وأفضل شيء وأنجح شيء لأي إدارة والمدرب إذا تم تغييره وإن الفريق يفوز مبارتين بغض النظر شو الأداء. حتى لو أداء ما كان غير جيد طلعت يعني بالنفسية يعني أداء ما كان غير نسبيا الأهلي أفضل. ولكن زي ما قال كابتن رضا مش هذا اللي شباب الأهلي اللي لاعبين المواطنين على مستوى ولا كذا. ولكن كنتيجة نتيجة جيدة في مبارتين أن المدرب جديد أن يأخذ صوت نقاط في دوري ويدخل المنافسة. الآن أنا أقول لك الآن شباب الأهلي ينافس مع الفرق المنافسة في الدوري مش بهذا المستوى. لا أيوة. أنا أتكلم النتيجة الآن. الآن نتيجة الآن قناعة المدربين في الأجانب هي ولا لا. لنشوف كل ما يتغير تغيرت المدرب. المدرب يجي هو على قناعات بغض النظر أنت شو جبت له. الآن لفانور لما يلعب كان أساسي ما كان بارز. لكن لما نزل احتياط يسجل. فبالتالي أنت الآن ما تستطيع أنت تقول الآن المدرب أو الفريق إلا بعد فترة خلصته دور الأول بياخد يعني تقييم أيوة تقييم بعد ذلك. لكن كنتيجة نتيجة أنا بشوف جيدة. رياض يعني المدرب لما يقعد لك أجنبي على مقاعد البدلاء ومدرب لما يبدل لك أجنبيين بعد هل هذا يعني يبي يوصل رسالة؟ شوف أن في الشتاء اشتغلوا لي. والله شوف اليوم أنا أعتقد أن المدرب متورط بالأجانب في الأهلي زين متورط بلاعبين الاثنين اللي تشابهون نفس الاداء نفس مليانه ودياز اي. وانت تستغرب نادي مثل الاهلي شباب الاهلي سيره من كان معاه يعني يجيبون لاعبين بنفس المواصفات بنفس هذا. لكن مسعود اليوم لما انا اي مدرب واشوف القوه الضاربه الهجوميه لو وضعت هذين الاجانب الاثنين ما بتكون مؤثرة فيجب يكون القرار عندي. ليس أشارك اليانو مع دياز لوفا على اليسار مع الحمادي ودياز أو واحد منهم بيكون الحالة أفضل. لا أنا مو بلازم أعطي رأي ولكن أنا بقولك شيء واحد كابتن رضا ترى أنا معاه 100%. تعرف شيء أنا عندي أربع أجانب وهذيل يصرفون خزينة النادي وايد. أنا واحد من الأربع جالس احتياط. أنا هذول اللي يفرقون معي اليوم. هو صاحب اليوم جيت انت في الظرف هذا لاعبين بنفس المواصفات بنفس الامكانيات المشكله الرئيسيه زين بعد هو جاي متاخر بس تكلمنا فيها قبل مصر. فانت مفترض تاخذ القرار المناسب. هو لحد الان ما اخذ القرار المناسب. أرو برينا الاثنين ذي اي نعم تلومه يعني اي اكيد الومه. بقاء اي مدرب بيبقى على الاثنين ذلين بيتاثر الحاله الهجوميه. لوف على اليسار والعماني هذا واحد منهم بيكون افضل يعني اخطا فنيا. نعم في بقاء الاثنين هذول في الملعب وهذه مشكله كبيره الان في نادي الاهلي. وما قاعد تعطي الاهلي الحلول المؤثره في 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 الجانب الهجومي. لكن لما تجي حق المباراه بشكل عام سواء كان الاهلي ولا الوصل صراحه اليوم اعتقد ان الجمهور لم يستمتع بأداء الفريقين الكبيرين بأداء مستوى وأداء
وحضور ورتم ضعيف في كرة القدم لم نتمنى من أن يكون الأهلي بهذا الفرجة المستوى يصنعوها رياض ولم يكون الوصل. ليش قلت لك طب سمحني مش نواصل معاك سمحني مسعود الأجانب هم اللي يصنعوا الفرجة صحيح بما أن الأجانب الوصل سيئين أجانب الأهلي سيئين أي فرجة لكن اليوم طريد الجمهور طريد الجمهور خلا أقول لك بس لا نعتقد أن المشكلة اليوم في الأهلي الأجانب أو داخل الملعب لا المشاكل في الأهلي خارج الملعب ما داخل الملعب. جميل. بما أنك طريت الجمهور ردت فعل غاضبة وحزينة من جماهير الوصل بعد الخسارة الثانية على التوالي نتابع. لازم نصبر على الفريق خمسة بعد. ليه متى بتم صعبة؟ ليه ما الله يفرجها. راضي عن المحترفين بشكل عام؟ والله لازم ليما يراجع حساباته صراحة من بعد اللي صار مستواه نزل صراحة لازم يراجع حساباته ليما تعبنا والله تعبنا نوصل رسالة تعبنا هالجمهور كله تعب كلنا تعبنا طلعت روحنا شو تبانا نسوي أكثر عن كذي شو تبانا نسوي أنا كواحد من الجمهور دوري أي أشجع أبغي بطولة لأني أشجع نادي الوصل لا تقول لي ما في إمكانيات نادي الوصل نادي من أندية دبي أنا دوري كم مشجع أشجع أبغي بطولة ابغي فوز ما ابغي بطوله وصلني فوز ابغي مستوى ابغي اداء لعيبه اداره ما يخصني انا مشجع اشجع ابغي بطوله بس لا تقول لي ما في امكانيات شو بنسوي طيب رضا براوي الآن نفتح ملف الوصل الخسارة الثالثة على التوالي اعتذر المشاهدين الكرام قلنا خسارتين ولكن السرعة يعني عشان ننتقل لردة فعل الجمهور هي الخسارة الثالثة على التوالي الظفر النصر الآن شباب أهلي دبي آخر ضربتين آخر خسارتين من يعني معروف ديربي دبي 3-3 يعني 6 أهداف في مباراتين الأخرين صحيح أنا يعني بعطيك بعض المواضيع وانت لك الحديث عن الوصل ليه ما يصرح قبل يومين أو ثلاث يقول لا أعرف لماذا استغنينا عن منديز ليما أنت قلت ليس به ليما العام الماضي شو اللي قاعد يصير في الوصل وشو في ليما هل ليما ما زال متأثر إنه ما راح النصر السعودي لا ما يدخل لا لا هذا هذا إذا 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 ليما يفكر هكذا أقول هذا لاعب غير محترف أنت معزز ومكرم في نادي الوصل والجماهير الكل معك سواء الجماهير الوصلوية والجماهير الرياضية الكل يمكن كان بيروح وما قدر ما وفق هذا حتى هذا احتراف انا نحكم في نفسي تو جيت تقول لي انت لازم تشتغل نقول لك لا نحب نروح نروح بس العقد كان يجبر يتم هذا ما ايوه علاش قلت لك مش محترف في اذا يوصل يفكر التفكير هذا وينزل مستواه على اساس هذا التفكير انا نقول لك هذا لاعب غير محترف اقول لك ليش طالما انت موقع عقد خلاص سؤالي لك فضل. هل اسلوب كونتيروس او اسلوب حسن العبدولي لا يخدم ليما يعني اروى برينا كان يعرف كيف يفجر طاقات ليما يخلي الفريق كله يلعب عليه أسألك عندك دور المدرب نسبة مئوية بنسبة واللاعب اللاعب هو اللي يحسن نفسه طيب شو مشكلته اللاعب هو اللي يطور نفسه عقليته طالما عنده التفكير هذا ما يقدر يوصل لا لا لا, لا احنا طبعا انت لم تؤيدني الرأي في أول سؤال وثاني سؤال شو مشكلة ليما مش هو ليما السنة الماضية هني خلت لك اللاعب هو اللي يطور نفسه اللاعب والمحيط المحيط متاع النادي له دور كبير المحيط والمدرب خلينا واقعين يا اخي نرتاح مع المدرب هذا وما نرتاحش مع المدرب هذا المدرب هذا يضيف لي شيء وانا كلاعب محترف نقتنع بالشيء اللي قاعد يضيفه لي والمدرب هذا ما قدرش يضيف لي عنده دور المدرب لكن هو اللاعب هو اللي يحكم في نفسه هو اللي يطور نفسه صح. هو اللي يحط التركيز على الكوره هو اللي يحب يلعب الكوره هو اللي يحب يتطور المدرب يعطيك شيء لكن انت الوصل الى اين بعد هذه الخساره الى اين الى نهايه الموسم الحين انت الوصل ما عليه الا يلعب على الكاس اما كاس الخليج العربي كاس العربيه والبطوله العربيه نتمنى له ان شاء الله يفوز على نادي الاهلي يقدر يفوز ليش لا ان شاء الله يفوز على نادي الاهلي ليش لا يعني لا ردك مش مقنع طريقه ردك مش يعني ما اقنعتني رياض اليوم الوصل في خطر زين
ومشكلة الوصل من يعتقد أن مشكلة الوصل في مدرب بس أو في إدارة كرة القدم، لا، بل المشكلة الأكبر مسعود في الأجانب وعلى رأسهم ليما. اليوم خط هجومه مسجل 5 أهداف، معقول اليوم ليما يطلع بتلك التصريحات؟ هل هو رئيس النادي؟ هو لا يريد مدرب، ليش شلتوا شو اسمه منديز؟ فاعتقد اي لاعب اجنبي اليوم هو يريد ان يفرض الوصايا على الوصل. فاليوم المشكله الكبرى في الوصل، اول مشكله هم كايو وليما وكل الاجانب هم اللي مأثرين على حاله اللحظه. خلنا وصلك، لا كايو للامانه يعني، لا حتى الرجل مستاء من نفسه ونسمعه في التصاريح الاعلاميه، والرجل قاعد يحاول يعني اليوم كايو هدفين، هدف بلنتي، 6 مباريات لاعب زين، 6 مباريات لاعب، اداء القوة الضاربة اللي هي يعتمد عليها الوصل في 3 سنوات وهي اللي من تصنع الفارق، هي الأسوأ الان وليس الأسوأ للامور الثانية. قيمة المهاجمين اللي القيمة الاعلى هي المشكلة في الوصل، واعتقد ليما حادث شرخ كبير في الوصل وعلى إدارة الوصل الوقفة مع ليما. ليما ليس مسؤول في نادي الوصل حتى يقول اسمه ليش شلتوا منديز وليش شلتوا المدرب. فإذا أول من يحاسب هو ليس واصي على الوصل، هو ليس واصي على الوصل، هو لاعب عنده عقد محترف، عقد مقابل جسمه أجر. إذا ما هو الدور اللي قاعد يعمله؟ احنا نحلل. هو كان يعني كانت الحديث كثيرة، أحاديث كثيرة أنه ذاهب إلى النصر السعودي. هذا لا هذا بعيد. أنت أنا أقولك هل هذا غدته ولعب وسجل؟ ما يخصه، ما يخصه. هو اليوم متعالي على نادي الوصل، هو لا يريد متعالي. أي نعم، هو رفضوا مدرب كالدرون، هم اللي رفضوا كالدرون في المرحلة هذه. منو قال لك؟ دي معلومات قد تكون إيه زين. إذن هم ليس وصايا على الوصل. الوصل هذا مش من دوره بصراحة. زين صح. إذا كان كلامه صحيح. الوصل نادي كبير، والوصل تاريخ، والوصل سنوات طويلة، لا يتدخل فيه أجنبي بهذا الشكل. شلتوا مدرب وحطيتوا مدرب، فبقى حتى روحه وأداءه وقتال اليوم ضعيف جدا. فأعتقد أن على الرئيس أن يقف وقفة مع الأجنب ومع ليما بالذات على تصريحه وعلى الوصايا اللي يبي يوصي على يكون واصي على النصر. الوصل لا قيمة، لا كيانة، لا جمهور، لا إدارة، مش لاعب أجنبي. حلوة، وصلت الرسالة. دكتور موسى عباس، شوف دائما أنت في نهاية الموسم في الإدارة أو في أي تدريب أو في أي نادي تشوف بعد الموسم أنت وين موقفك، وبعد ذلك أنت تقيم وتعمل تقويم. أنا الآن نادي الوصل، إحنا نأخذ نادي الوصل الآن، في الموسم الماضي كان مدرب ناجح في 2 المركز الثاني والثالث ولاعب نهائي، الكل أشياء المدرب 2 نهائيات كأس رئيس الدولة وكأس خليج العربي، واللاعبين المواطنين بأعلى مستوى نسبة للتهديف أو ك صانع يصنعون الفارق في الفريق. نعم. أنت الآن لما جيت كإدارة تم تغيير المدرب، شوف يا شباب نحن نكون صادقين، بعد الإدارة يتحملون، نحن ما نتكلم عن أمور أخرى، لك أتحمل في النهاية أنت عندك المدرب جيد، لو طلب مبلغ من المال في النهاية دكتور نفس الأسطوانة. هل تبون أنا سألك، أنا بناقشك في ذي الأمر دكتور، بناقشك، هل إحنا اليوم أي نادي يبقى وقف المدرب عليه خلاص ما يروح ما يتغير ما يستبدل؟ إحنا ليش نعيش الوصل بروبينا؟ هل روبينا هو الوحيد اللي بس يدرب في الوصل بشكل ايجابي دكتور؟ سألني ما اعتقد انا. هو سألني سؤال شو الاسباب، فانا اقول اسباب. انا اقول لك بس يعني بنقطه لرياض، انا مش مع رياض ولا لا ضد رياض ولا ضدك. تعرف الاروبرينا شو قال اول يوم سالوه؟ يعني هذا السؤال سؤال اكثر من مره في المؤتمر الصحفي، واليوم سؤال هذا السؤال، قال يعني خلاص يعني انا كنت في فتره من الفترات مع الوصل وانتهت فترتي وقدمت كل ما املك وذهبت خارج اسوار الوصل، اليوم عقد جديد معي. يعني هو يقول لك خلاص انا عندي تحدي ثاني، لا ترجعوا لي هذا الموضوع دكتور. مسامحه دكتور، اسال السؤال هذا قالوا جواب. جمهور الوصل عايش مع روبينا، الإعلام عايش مع روبينا، ما يصير هذا الكلام. اليوم مدرب مرحلة انتقالية انتقلوا خلاص يا مدرب، لازم نعيش في الموقف اللي احنا عايشين فيه. طيب ممكن نسمعه؟ لا لا خلي، اسمح لي دكتور. لا خلي خلاص جاوبت انا، لان انا لا شوفه يعني احنا الان روبينا انا ولا الجمهور، انا ولا الجمهور ولا النقاد،
نحن نشخص الحالة الآن، نحن نتكلم عن اللي أمامنا، نقول شو الأسباب اللي نوصل لهذه المرحلة، سبب من شو الأسباب؟ خلنا نتكلم الواقع. الآن أنت المدرب بغض النظر شو كان هذا كان ولا غيره، المدرب ماشي بشكل جيد. السؤال أنا لماذا يعني إذا واحد ماشي كرة القدم أنا ماشي بشكل جيد ليش أغير؟ شو السبب؟ أكيد في سبب، إنه كان هناك سبب مالي، فأنت الآن شلت مدرب يتمدرب آخر مكان. جيب لي آخر. جيب لي يا زي ويا أفضل. يا أفضل. حتى لو لا وشو يضمنك اللي بتجيب إن شاء الله بتجيب كارلوس ألبرتو إنه بيرجع معك؟ ما تعرف كرة قدم زين. الجيت الأهم اللي هم 40% اللي هم الأجانب. هل الأجانب هم الأجانب مستواهم الفني في نادي الوصل؟ أنت الآن في كرة القدم قد يكون واحد لاعب أجنبي مهاري على أعلى مستوى وجيد، لكن قد يكون ماشي مع تركيبة الفريق. ما ماشي مع المنظومة صحيح؟ الآن منديز أنا والله قبل ما أول ما عرفت التغيير منديز كنت كيف تم تغييره؟ بغض حتى لو ليما في أول مبارتين ياب جول على مباراة، ليش؟ لأن هذا اللاعب مع كايو مع ليما فريق زين. طيب. لا ليما بمستوى سنة ولا كايو ولا هذا اللاعب وصيب عندهم مدافع. بالتالي الفريق فيه هبوط. حلو حلو هبوط. لأنه باقي لي آخر سبع دقائق أنا بياسر بس يعلق على هذا الموضوع. على الوصل ياسر علي. أكيد أتفق مع أبو عبد الله في الكلام اللي قال اليوم كل شخص في النادي له أدوار وواجبات عليه القيام بها، لكن تصريحات ليما شدتني لأن نحن تكلمنا عن الأمور اللي تكلم فيها، لكن كنت أتمنى أن ليما يتكلم في هذه التصريحات والمدرب كان موجود على رأس عمل المدرب السابق. واضح. ما يتكلم ياسر شو يتكلم هو؟ خلاص وافقناك أبو عبد الله. هذا الحين. يا أبو عبد الله قلنا لك. يا رب ما عندي وقت. عندي مقابلة. عندي مفروض كان مقابلة لماجد ناصر. فواضح عامل اللياقه البدنيه اللي كان يتفوق في فريق الوصل في كل المباريات قبل الفرق الاخرى اليوم مش بنفس القوه ونفس الجوده. يعني حتى المدرب اللياقه راح شلوه من زمان. هذا شلوه قبل المدرب. اول شيء شلوه مدرب اللياقه. طيب. لان في اصابات عامل اللياقه دائما الوصل كان يسجل في لو تتذكرون السنه الماضيه واللي قبلها في الدقائق الاخيره. صحيح. اليوم يستغل في الدقائق الاخيره عالية. الشيء الاخر ذكر طريقة التمرين، طريقة أسلوب اللعبة اتفق اختلفت لأن الوصل كان مترابط مع بعض ويبدأ من تحت. اليوم شاهد أنت ليما شاهد كايو وين متمركزين قدام الفريق ما بنفس قبل. ما قاعدين يشتغلون لا. دور ملوك كابتن. هذا واحد. اثنين. ليما هل هي نفس فاعليته السابقة؟ لا. اليوم برا كاملة تسديدتين، واحدة شالها مايد وواحدة برا. هل يقوم بأدوار الدفاعية؟ ولا يسوي شيء. ليش ما يحاسب نفسه؟ اليوم لاعب محترف ولاعب أجنبي وعمل فارغ ومن أفضل لاعب، لكن السنة اليوم هم بعيدين عن واجباتهم ومسوياتهم. ما اللوم بس المدرب، مدرب أخطأ، مدرب اللياقة في خطأ، لكن أنت كلاعب بروفيشنال أنت على علم اليوم بلياقتك، هل أنت اشتغلت على نفسك في في, في هذا العنصر بشكل إضافي؟ اليوم احنا نتكلم المشكله الرئيسيه هي التمرين واحد ساعه ونص ساعتين ومع السلامه. ياسر نيت كلام كلمه واحده بسرعه، هو انه المستوى نتاع اللاعب هذا اي لاعب محترف لما ينزل المستوى لما ينزل مستواك ما عادش يجيك الا النصر اللي تحكي عليه. صحيح. انت النصر جاتك وقت كنت في مستوى عالي بالمستوى هذا ما يجيك. مشاهدينا الكرام ماجد ناصر قال تعليق بعد المباراه متابعه. أول شيء أتمنى له الشفاء العاجل، لاعب خلوق، لاعب موهوب وممتع في الملعب. قبل كل شيء يعني عمر عبد الرحمن طبعا نقول عنه 60-65% أو 70% من منتخب الإمارات، لأنه فعلا يصنع الفارق ويانا ويا المنتخب. لكن رسالة بعد نوجهها للجمهور، الجمهور يعني ما يحتاج أن ندعيه، هذا منتخبكم لازم توقفوا وياه في كل الظروف. وعمور ان شاء الله راح يرجع اقوى. المنتخب محتاج عموري فعلا، ولازم عموري يهتم في نفسه خاصه في المرحله القادمه، لان المرحله راح تكون تاهيل، ونتمنى يعني العوده السريعه للمنتخب لان فعلا المنتخب محتاج لنا. To ask, but is there any chance of an upgrade? Any chance of an upgrade? Upgrade, pretty please. Look into my eyes. Could be twins. Have you thought about being a model? Don't upgrade your seat.
Upgrade your airline. Fly Emirates, the best economy class in the world. I hate to ask, but is there any chance of an upgrade? Any chance of an upgrade? Upgrade, pretty please. Look into my eyes. Could be twins. Have you thought about being a model? Don't upgrade your seat. Upgrade your airline. Fly Emirates, the best economy class in the world. Fly Emirates across six continents. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم للختام. كابتن ياسر سالم شكرا جزيلا لك. مشكور. شكرا جزيلا لك. شكرا. رياض ذوادي تقول لي شو تقول؟ لا لا اقول لك اقول له لازم سعادة بلهولي حاسب ليما. طيب رياض ذوادي شكرا جزيلا لك. دكتور موسى عباس شكرا لك. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، تحياتي اخوكم مسعود محمد بن اللقاء.